اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الدايرة بشكل صحيح، تبقى دايرة كاملة بالشكل ده كده. ان احنا عادة لما بنشتغلها بتدينا الشكل السداسي ده، فان شاء الله هنعملها مع بعض وهنشتغلها بغرزة الحشو. في البداية حابة اوضح لكم فكرة التزايد بتاعة الدايرة. احنا هنا التزايد ده اللي بيدينا شكل السداسي، وطبعا اللي هيشتغل معانا الدايرة يكون عنده الاساس ده. والفكرة كلها ان احنا هنا بنعمل التزايد في اماكن ثابتة، بنعمل التزايد دايما في تاني غرزة من غرزة الحشو اللي بنعملها هو في التزايد. احنا طبعا دي عندنا اهي، هقولها لكم كده بشكل سريع. احنا طبعا كنا بنشتغل الدايرة اللي بتدينا الشكل السداسي، بنبدأ بست غرز حشو. السطر اللي بعده بنعمل تزايد، يعني كل غرزة بنشتغل فيها غرزتين حشو تدينا 12 غرزة. السطر الثالث هنبتدي ان احنا نعمل غرزة حشو وبعدين تزايد، غرزة حشو تزايد هيدينا توتال الغرز 18. والسطر اللي بعده اللي هو الرابع هنبتدي ان احنا نزود غرز الحشو، هنعمل 2 حشو تزايد 2 حشو وهكذا، هيبقى توتال الغرز 24. وبنمشي بنفس التسلسل، بعد كده هيبقى 3 حشو تزايد، السطر اللي بعده هيبقى 4 حشو تزايد. فالفكرة كلها ان احنا بنعمل التزايد هنا في اماكن ثابته، فده اللي بيدي الشكل السداسي. وهي بتبقى اماكنها واضحه اهو، ده كده هنا هتلاقي هنا في التزايد وهنا تزايد، فده اللي بيديني الشكل السداسي ده. النهارده هنشتغل مع بعض الدايره بشكل كامل، يعني هتبقى دايره كامله مش هتدينا الشكل السداسي، يعني اماكن التزايد مش هتبقى واضحه. الفكره كلها ان احنا بنغير اماكن او مكان التزايد، يعني مش بنعمله في مكان ثابت زي الدايرة التانية. فبنبدأ الغرز بتاعتنا او السطر الاولاني بست غرز حشو. السطر التاني هنبتدي نعمل فيه تزايد، يعني كل غرزة هنشتغل فيها 2 حشو، هيبقى توتال غرز معانا 12. السطر التالت هنبتدي ان احنا نشتغل غرزة حشو وبعدين تزايد، غرزة حشو تزايد، يعني توتال الغرز هيبقوا 18 غرزة. ولغاية كده احنا بنشتغل زي الدايرة اللي هي بتدينا الشكل السداسي. بعد كده السطر الرابع هبتدي ان انا ابدل اماكن اللي انا بعمل فيها تزايد. هنا كنت بشتغل حشو تزايد، هبدأ في السطر الرابع بالتزايد ووراه غرزتين حشو، زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنعمل الحشو بالتدريج. هنا غرزة حشو واحدة، السطر اللي بعده هيبقوا 2 حشو، السطر اللي بعده هيبقى 3 حشو. فاحنا السطر ده المفروض بنعمل 2 حشو، فهنبتدي ان احنا نبدأ بالتزايد وراه 2 حشو، وارجع اكرر تزايد 2 حشو، توتال الغرز معايا هيبقى 24 غرزة. السطر الخامس هبتدي ان انا اغير مكان التزايد. السطر الخامس ده هو هعمل فيه 3 غرز حشو تزايد، 3 غرز حشو تزايد. طب انا هلخبط بقى مكان التزايد، فانا هبتدي عندي 3 غرز دول كده رقم فردي، ان انا هعمل اللخبطة دي دايما في السطور الفردي. فانا اقصد طبعا بالسطر الفردي اللي هو في الغرز الحشو دي، ان 3 اقصد 3 حشو ده الفردي. فانا هغير مكان الغرز او مكان التزايد، هبتدي ان انا الثلاث غرز حشو دول هقسمهم، هشتغل 2 غرزة حشو قبل التزايد وواحدة بعد التزايد، يبقى كده توتال غرز الحشو معايا 3. يبقى انا هنا في السطر الخامس هبتدي اشتغل غرزتين حشو بعدين تزايد، والغرزة التالتة هعملها بعد التزايد، وارجع اكرر تاني 2 حشو تزايد غرزة حشو، وهيبقى توتال الغرز معايا 30 غرزة. ولو انت عايزة تعرفي رقم او عدد الغرز في كل سطر، هتبتدي ان انت تضربي رقم السطر. احنا هنا في السطر الخامس اهو، احنا في السطر ده السطر الخامس، في عدد الغرز اللي انت ابتديتي بيهم، يعني 5 × 6 = 30، يبقى انت السطر ده المفروض يبقى توتال الغرز معاكي 30، عشان تبقي عارفة كل سطر عدد الغرز بتاعته. بعد كده السطر السادس هشتغله تزايد عادي، هبدأ بالتزايد وبعد كده هشتغل 4 حشو. انا هنا اشتغلت 3 حشو، يبقى السطر ده هعمل 4 حشو، وارجع اكرر تزايد 4 حشو، هيبقى توتال الغرز معايا 36. السطر اللي بعده اللي هو السابع هبتدي اغير مكان التزايد،
مش هبدأ بقى بتزايد وبعدين اعمل 5 حشو، لا عايزة اغير مكان التزايد. احنا هنا عملنا 4 حشو، يبقى السطر ده هنزود غرزة هيبقوا 5 حشو. هبتدي الخمسة دول اقسمهم، هشتغل 3 حشو قبل التزايد و2 بعد التزايد. يعني هبدأ السطر 3 غرز حشو ورا بعض، وبعد كده اعمل في الغرزة الرابعة تزايد، وبعد كده في الغرزتين اللي ورا بعض هعمل كل غرزة منهم حشو، بعد كده ارجع اكرر تاني 3 حشو تزايد، بعد كده 2 حشو، هيبقى توتال غرز معايا 42 غرزة. السطر الثامن هبتدي ان انا اعمل تزايد عادي، هبدأ بتزايد وبعد كده اعمل 6 حشو ورا بعض تزايد 6 حشو. ده يعني بشتغل سطر وسطر، سطر اللي هو التزايد بتاعنا العادي والسطر اللي بعده بلخبط، ماشي. يبقى توتال الغرز معايا في السطر الثامن هيبقى 48 غرز. السطر التاسع هبتدي اغير مكان التزايد، انا هنا عملت 6 حشو، السطر ده هعمل 7 حشو. هبتدي اقسم السبعة دول، هيبقى 4 و3، 4 غرز قبل التزايد و3 بعد التزايد. انا هبدأ السطر 4 غرز ورا بعض، في الغرزة الخامسة هعمل تزايد، وبعد كده 3 غرز حشو ورا بعض، وارجع اكرر 4 حشو تزايد 3 حشو، هيبقى توتال غرز 54. السطر العاشر هيبقى ده عندنا التزايد العادي، هبدأ بتزايد وبعد كده هيبقوا 8 حشو ورا بعض تزايد 8 حشو، وهكذا يبقى توتال الغرز 60. السطر اللي بعده اللي هو 11 هبتدي ألخبط الغرز، همشي كده بنفس التسلسل ده اللي هيدي الشكل الدايرة ان هي تبقى شكلها صحيح من غير ما تبقى سداسية، وده طبعا هيوضح معانا في الشغل. هبدأ معاكو اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده. هنبدأ ان احنا نرتفع غرزة سلسلة، وجوه الدايرة هشتغل 6 غرز حشو، ادي كده 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده، وهبتدي ان انا اضيق الحلقة وهقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. انا كده خلصت السطر الاولاني اللي هي البداية بتاعتنا 6 غرز حشو. السطر الثاني المفروض احنا هنعمل فيه تزايد، يعني هشتغل في كل غرزة 2 حشو. نبدأ مع بعض نشوف هنا، يعني كده انا انتهيت وقفلت في اول غرزة، هبتدي ان انا ارتفع غرزة سلسلة وهرجع في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. دي كده اول غرزة معايا، طبعا اللي هيتلخبط يعلمها بماركر علشان يبقى عارف بداية السطر. دي كده اول غرزة، وهرجع في نفس الغرزة اشتغل كمان غرزة حشو. انا كده عملت تزايد في اول غرزة، وفي كل غرزة هعمل فيها تزايد هشتغل فيها 2 حشو في نفس الغرزة بالشكل ده كده. انا نهيت السطر الثاني وعدد الغرز كده معايا 12 غرزة. هبتدي ان انا اشيل الماركر وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة بالشكل ده كده. بعد كده السطر التالت بتاعنا بنشتغل فيه هنا اول غرزة حشو، وبعد كده نشتغل فيه الغرزة اللي بعدها تزايد، وبعدين حشو وتزايد. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. كده انا قفلت في اول غرزة بغرزة منزلقة، هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل فيها غرزة حشو، وهعلم اول غرزة بماركر بالشكل ده كده اهو. والغرزة اللي بعدها قلنا هنعمل فيها تزايد، يعني هنشتغل 2 حشو في نفس الغرزة، وهنكمل كده بنفس الطريقة، غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو واللي بعدها هشتغل فيها 2 حشو في نفس الغرزة، هكمل كده بنفس الطريقة. كده انا وصلت لنهاية السطر اهو، وعدد الغرز معايا 18 غرزة. هشيل الماركر وهقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة، والسطر اللي بعده
بنشتغل فيه اللي هو السطر الرابع. هبتدي ابدل اماكن التزايد، يعني هعمل هنا في اول غرزة تزايد وراها اتنين حشو عكس السطر اللي قبليه كنت بعمل حشو وبعدين تزايد. هنا انا هلخبط، هشتغل التزايد وبعد كده وراها اتنين حشو، هيبقى توتال الغرز 24 غرزة. هبتدي ان انا كده، انا هقفل السطر في اول غرزة بغرزة منزلقة، هرتفع غرزة السلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل فيها غرزة حشو، هعلم الاول بماركر وهرجع في نفس الغرزة اعمل تزايد، يعني هشتغل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، يبقى انا كده عملت تزايد. بعد كده هشتغل اتنين حشو ورا بعض بالشكل ده وارجع اكرر، هعمل تزايد يعني اتنين حشو في نفس الغرزة، وبعد كده اتنين حشو ورا بعض في كل غرزة، يعني هشتغل فيها غرزة حشو وهرجع اكرر تاني بنفس الطريقة. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر وعدد الغرز معايا 24. هبتدي اشيل الماركر وهقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهبتدي السطر اللي بعده اللي هو السطر الخامس اللي هو ده. هبتدي ان انا برضو الخبط بقى مكان التزايد. انا هنا في السطر اللي قبليه عملت تزايد واتنين حشو، المفروض اللي بعده طبيعي اللي احنا كنا عارفينه في التزايد اللي بنعمله هنا، بعمل تزايد وتلاتة حشو او تلاتة حشو وتزايد، ماشي. انا هنا بقى هلخبط مكان التزايد، هشتغل اتنين حشو الاول وبعدين تزايد، والغرزة التالتة هعملها بعد التزايد وهكذا. نشوف مع بعض. هبتدي ان انا ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في اول غرزة اشتغل غرزة حشو، ما انساش طبعا اعلمها بالماركر بالشكل ده، وكمان الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها حشو. هاجي هنا في الغرزة التالتة اعمل تزايد، هشتغل اتنين حشو في نفس الغرزة، والغرزة التالتة هشتغلها بعد التزايد بالشكل ده، وهرجع اكرر تاني، هشتغل اتنين حشو ورا بعض وبعد كده تزايد وواحدة حشو وراه وهكذا، اتنين حشو ورا بعض اللي بعدها هعمل تزايد، هشتغل اتنين حشو في نفس الغرزة، والغرزة التالتة هشتغلها بعد التزايد، وهكرر كده بنفس الطريقة. انا كده وصلت لنهاية السطر وعدد الغرز معايا 30 غرزة. هبتدي ان انا اشيل الماركر وهنهي في اول غرزة هنا بغرزة منزلقة، وهبدأ اشوف السطر اللي بعده اللي هو السطر السادس. هبتدي اعمل التزايد بشكل طبيعي، هشتغل في اول غرزة تزايد وبعد كده هشتغل وراها اربعة حشو وهكذا. هبتدي هنا اشتغل او ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو، واعلم ماركر بالشكل ده، وهشتغل تاني في نفس الغرزة غرزة حشو ان انا هعمل تزايد بالشكل ده، وبعد كده هشتغل في كل غرزة من الاربع غرز اللي ورا بعض كل غرزة منهم غرزة حشو. دي كده تاني غرزة، تلاتة اربعة، وارجع اكرر بعد كده اعمل تزايد، هشتغل اتنين حشو في نفس الغرزة، وكل غرزة من الاربع غرز هشتغل فيها غرزة حشو. كده تالت غرزة الرابعة، وبعد كده هعمل تزايد تاني وهكذا لنهاية السطر. كده انا وصلت لنهاية السطر، وزي ما احنا شايفين اهي دايرة كاملة مفيش فيها اي شكل سداسي. وبعد كده هبتدي ان انا انهي في اول غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهرتفع غرزة سلسلة، والسطر اللي بعده وهنا عدد الغرز معايا 36 غرزة. السطر اللي بعده اللي هو السطر السابع، هبتدي ان انا الخبط اماكن التزايد. انا المفروض هنا اشتغلت 3-4 حشو ورا بعض في السطر اللي احنا كنا شغالين فيه ده، اربع حشو ورا بعض. السطر اللي بعده بعمل تزايد وخمسة حشو. طب الخمسة الحشو دول انا هشتغلهم ازاي، او ان انا هعمل التزايد فين والحشو فين؟ هبتدي ان انا اوزع الخمسة، هشتغل تلاتة
قبل التزايد واتنين بعد التزايد اهو. يعني هبدأ بثلاث غرز حشو ورا بعض، بعدين اعمل التزايد، وبعد كده اتنين حشو بعد التزايد، هنشتغلهم مع بعض. هبتدي هنا هدخل في نفس الغرزة اشتغل فيها غرزة حشو، وطبعا ما ننساش الماركر، وزي ما احنا اتفقنا هنعمل ثلاث غرز حشو ورا بعض. دي كده اول غرزة، واللي بعدها حشو، كمان اللي بعدها حشو. بعد كده هبتدي اعمل التزايد، هشتغل اتنين حشو في نفس الغرزة، ووراها بعد كده اتنين حشو في كل غرزة. ده كده اول غرزة فيها حشو، والغرزة كمان اللي بعدها فيها حشو، وارجع اكرر تاني اشتغل تلاتة حشو ورا بعض. ادي كده اول غرزة، التانية، التالتة. بعد كده هعمل التزايد، اتنين حشو في نفس الغرزة، وبعد كده بعد التزايد هشتغل اتنين حشو ورا بعض بالشكل ده، وهكمل كده بنفس الطريقة. انا وصلت كده لنهاية السطر، وعدد الغرز معايا بقى 42 غرزة. وطبعا هنبتدي ان احنا نشيل الماركر ونقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة، وهرتفع غرزة سلسلة. السطر اللي بعد كده انا اللي هو السطر الثامن هبتدي بقى اشتغله عادي، اللي هو التزايد، ووراه ستة حشو. ستة حشو، احنا اللي قبليه كنا بنعمل خمسة حشو وفيهم تزايد بعد كده، او في النص احنا لخبطنا مكان التزايد. احنا السطر ده هنشتغله عادي، هنعمل تزايد ووراه ستة حشو. يعني كده دي هنشتغل في نفس الغرزة غرزة حشو بالشكل ده، وارجع اشتغل في نفس الغرزة تاني غرزة حشو. انا عملت تزايد في اول غرزة، وبعد كده ستة حشو ورا بعض. دي كده اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. وهرجع اكرر تاني، هعمل تزايد في الغرزة اللي بعد كده، اتنين حشو في نفس الغرزة، ووراهم ستة حشو في كل غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. كده انا وصلت لنهاية السطر، وعدد الغرز معايا 48 غرزة. وهقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة، وهرتفع غرزة سلسلة. والسطر اللي بعده اللي هو السطر التاسع هبتدي ان انا الخبط اماكن او مكان التزايد. طبعا هنا انا كنت بشتغل ستة حشو ورا بعض، المرة دي في السطر اللي بعده هيبقى المفروض ان انا بشتغل سبعة حشو ورا بعض، فانا هغير التزايد. سبعة حشو ده عدد فردي، هشتغل اربعة قبل التزايد اهو، وتلاتة بعد التزايد. يعني هشتغل اربع غرز حشو، بعد كده هعمل تزايد، ووراهم التلاتة الحشو اللي فاضلين. هبتدي ان انا كده ارتفع غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو، وهشتغل بعد كده كمان في التلاتة اللي ورا بعض. المفروض ان انا بشتغل اربعة حشو. دي كده اول غرزة، والتانية، واللي بعدها تالتة، واللي بعدها الرابعة. بعد كده هعمل تزايد، هشتغل اتنين حشو في نفس الغرزة، وبعد التزايد هشتغل تلاتة حشو ورا بعض. ادي كده اتنين، تلاتة. وهرجع اكرر، هشتغل اربع غرز حشو ورا بعض. ادي كده واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. هعمل التزايد، اتنين حشو في نفس الغرزة، وبعد التزايد هشتغل تلاتة حشو بالشكل ده. كده زي ما احنا شايفين هي مدورة، مش واخدة شكل السداسي ولا حاجة. كده عدد الغرز معايا 54 غرزة، زي ما احنا شايفين اهي شكلها مدور. هبتدي ان انا انهي السطر، وهقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهرتفع غرزة سلسلة. السطر اللي بعده هعمل فيه التزايد بشكل طبيعي، يعني هشتغل في اول غرزة تزايد، بعد كده هشتغل في الثمان غرز اللي ورا بعض، كل غرزة غرزة حشو. ان احنا اللي قبليه عملنا سبعة، يبقى السطر ده هنشتغل ثمانية حشو بالشكل ده. كده انا هبدأ السطر، انا كده ارتفعت غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو
طبعا هعلمها بالماركر، وهرجع في نفس الغرزة تاني اشتغل كمان غرزة حشو، ان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل تزايد غرزتين حشو في اول غرزة، بعد كده هشتغل في الثمان غرز اللي ورا بعض كل غرزة غرزة حشو. دي كده اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة بالشكل ده، وارجع اكرر اشتغل تزايد وبعد كده تمن غرز حشو ورا بعض. انا كده وصلت لنهاية السطر، وعدد الغرز معايا 60 غرزة. هقفل السطر هنا في اول غرزة بغرزة منزلقة، وهرتفع غرزة سلسلة. انا كده خلصت السطور اللي انا رسماها معاكو. المفروض هشتغل معاكو سطر، المفروض انا هنا السطر ده عملت تزايد وعملت 8 حشو ورا بعض. السطر ده انا هلخبط، او اللي جاي اللي انا هشتغله معاكو هلخبط اماكن التزايد. المفروض ان انا بعمل تزايد و9 حشو. طيب انا هلخبط بقى المكان التزايد، يعني انا هبتدي ان انا اقسم التسعة دي هشتغل 5 حشو، وبعد كده هعمل تزايد، وبعد التزايد هشتغل 4 حشو. هشتغل 5 قبل التزايد و4 بعد التزايد. هبتدي كده ارتفعت غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو، وهعلمها بالماركر بالشكل ده، وهشتغل، انا قلت هشتغل 5 حشو ورا بعض. دي كده اول غرزة، والتانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، وبعد كده هعمل تزايد، وبعد التزايد هشتغل 4 حشو ورا بعض، 2 3 4، وهكرر تاني هشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5، وبعد كده تزايد 2 حشو في نفس الغرزة، وبعد التزايد 4 حشو، 2 3 4. هكمل كده بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية السطر، وهقفل معاكو او هنهي السطر في اول غرزة بغرزة منزلقة، وعدد الغرز معايا هيبقوا 66 غرزة. بعد كده انا هبتدي اشتغل بنفس التسلسل، يعني السطر الجديد هبتدي اعمل فيه تزايد في اول غرزة، وبعد كده هشتغل في 10 غرز اللي ورا بعض كل غرزة غرزة حشو، وارجع اكرر تاني، وهمشي بنفس تسلسل السطور اللي انا وريتها لكم في الفيديو، لغاية طبعا لما توصلي المقاس الدايرة اللي انت محتاجاه، وهتطلع معاكي دايرة كاملة مش عاملة الشكل السداسي زي ما احنا شايفين. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم فكرة تزايد الدايرة بكل سهولة، واكون افدتكم. وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد مع غرزة جديدة.